موضوعنا اليوم مشاهدينا الأحبة عن الزي العماني الأصيل، الزي اللي يعتليه المصر ويتوسط الخنجر العماني وتكتسي الدشداش العمانية والخيزران في يدك اليمين. تمر السنين ولا زال العماني محافظ على مظهره وزيه التقليدي، سواء بالأيام العادية أو بالمناسبات المختلفة. أشكال وأنواع مختلفة من مكونات تتنوع من منطقة لأخرى. خلونا نشوف مشاهدينا شو قولوا عن الزي العماني وإيش رسالة القادمة. خير أبوي، من تبغى؟ ها، عرفتيني الحين؟ من فريد؟ يس مامي. مامك؟ تو ده مالك مخسر في عمرك ذاك ولدي؟ تغيير عادي. قنفذ أنا وبعدني. زي العماني شداشة عمانية ومصر والسيوف والخناجر تكون من الخنجر والعصا، وفي زي اللبس الكمة أو المصر والشداشة العمانية. الزي العماني التقليدي الدشداشة العمانية مع المصر والعصا والخنجر. الزي العماني التقليدي هو الدشداشة والمصر والعصا والخنجر والمحزم والتفق، هذا الأشياء اللي هي للزي العماني. سؤالنا فقط عن وادي القحفي وين موجود؟ نشوف إجاباتهم من يعرف هذا الوادي. شرقية، محافظة شرقية هي، لكن حيدوا أي ولاية؟ والله حقيقة ما أعرفه. هاي بوي. دشداشة العمانية ولقاية، في ناس يسموها مثل السروال يسميه بسطة، وعلى حسب حد الحاب وحد وقاية. جميع المناطق كل ولاية إلها هذا زينا العماني اللولينا ليش نسميه، وهذه الحضية توصل عندنا بعشرين ريال نشتريها. دشداشة والوقاية المفرخة والليسو والمنثورة والحرز والصمت والأحلق والعقام والبدلة، هذا زي العمان الأصلي. فريد يا ولدي، حالك ترى ما عاقبني. يعني أنا بس اللي عاقبني حالكم؟ وابوي خير إن شاء الله. إيش في حالنا؟ الحمد لله، هذا إحنا عايشين. وهذه عيشة هذه يا أمي، مهاترات وتشدق بكلمات خاوية من أي معنى. وهذه خاوية وتشدق، إحنا أبوي أبو ما فاهمين كلامك أنت. ترى المشكلة إنكم ما قادرين تفهموا كلامي ولا كلام أمثالي. لأنكم والله أعلم لو فاهمين نفوسكم كان زين. مهاترة مهاترة. الحين هذا ولدي ماله راجعني له غالي، لا يكون صايب النظر، لا ظني كمان. زي العماني الخنجر وعصا العتم، هذا وجدنا عليه شيابنا. زي العماني بعد والمصر والخنجر والتفق والسي، هذا زي العماني. زي يعني زي العماني التقليدي، زي يعني مثلا ما تقول نفتخر فيه. كهذا رمز عندنا في الخنجر، فلازم نحتفظ فيه يعني، فنحافظ عليه بقوة كما يقول. أنا مثل زي العماني اللي تشوفني الآن ما طالقت له، من طلعت صغيرة إلى الآن أنا عجوز. زي العماني ما طالقت له ولبس بلادنا ولبس جدادنا، وما قدرت حتى أب ولادي ما يرضان ألبس شيء كم هذا. لا أنا بشوفه عن نفسه وعن هذا، حتى لحد الحين الناس أصبحت وايد يعني تهتم بالأمور هذه، أصبحت تبحث عن هذه الأشياء وتسويها يعني وتلبسها، وأصبح الزي الأمثل عندهم يعني، ويعتبروه هو الأجمل عن الزي الجديد. وهذا وليش لابسين كذا في المدرسة؟ هذا سوبرمان. لا هذا أنا،
سبايدر ماوس. ما شايف فايدة. العصا وبعد العصا لها مسكة، كل منطقة تختلف عن منطقة في المسكة. فيها فضة ولا حديد؟ قيمها بهذا الصورة، قديمة ولا جديدة؟ صناعة عدة مراحل، في خشب موجود وصوغ بالضبط وصديري والقبع. قرون إن في عدة أنواع المسميات، احنا عندنا المحلية في قرن زراف وقرون ببحيص، في بلاسكي، في صندل، وكثير عدة أنواع. وطبعا أغلاهن هو القرن الزراف. شرب ما يشوي، شرب شرب. بسني يا أبو خير، بسني من ماي، بسني بطني قام يغرق. يا الله يا بطني. طبعا العصا الخيزران طبعا ياتي من افريقيا اكثريه، ومن بعض من بلادين الشام اللي كنا ناخذه. اما في عمان ما معنى خيزران، اللي هو العتم معنا. وطبعا العصا العتم معنا متواجده الحين بشكل كثير، يعني دخلوا لها يعني صياغه الفضه واصلاح جديد. يعني طبعا توصل الحين الى 50 ريال العصا العتم اللي هي الحقيقيه. يعني والله هذه يجلبوهن من واد ميخروس أكثر شيء، من حلحل، من وادي السحتن، من جبل شمس، اسمع الصنة، لنعتمين عرف، هي قال هين ولا يكون حاضرة ما ظل عين، يجيبوا ساعة العمانة ويحصلوهن من أسبات ويقصوهن، لكن عاد كل حد. مع الناس جلسة محطوفة ندور الخر، مع الناس. العصي العتم عماني موجود في كل جبل، عندك الدعان هنا في الرستاق، عندك جبل الأخضر، جبل شمس، هذا موجود عتم. خيزران شيء من عتم من جبل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أين صاحب المصنع هذا؟ هين؟ مو اسمه شديمة. اسمه رحمة. الله يرحمه. نصيحتي والله الأجيال إن لا يطلقوا على التراثنا، احنا هذا تراثنا وهذا تقاليدنا، وهذا الحكومة تشجعنا على هذا تقاليد العماني، وان احنا لازم زينا وزي العماني. هذا شجع ان اي بنت واي مرأة ما تخوز من بيتها. هذا الجيل اتمنى للجيل انه يهتم بالموروث العماني الاصيل، لان هذه العاده هذه تظل يعني مغروسه فينا وبتظل نتعايش فيها، يعني لان هي ثروه عظيمه لازم نحافظ عليها، نحافظ على التراث العماني والزي العماني. وهي حافظ على الزي العماني، لبس الخناجر والعصيه. طبعا نحن العمانيين لازم نلبس الاشياء المخصصه لنا وتراثنا القديم، يرجع الإنسان إلى تراثه وتاريخه. إذا بتصير ثياب يلبس الثياب العمانية، والرصاص العمانية، والسيف والخنجر، هذا نصيحة حلو. مع الناس جلسة محفوفة ندور الخروفة، مع الناس. طبعا أنا لما أروح أي مناسبة، سواء مناسبة أفراح أو مناسبة أحزان اللي هو العزاء، طبعا أخرج من بيتي إلا عندي العصا والخنجر، سواء رايح لأفراح أو رايح لأحزان. حس بنفسي عندي نقص ان انا ما حامل العصا. سياير على ما يقول توفي دهر في دهر سياير، واغلب العده تكون معنا يعني. وانا عارف انت مخطط رايح لمناسبه او لعزيمه، لازم العزيمه مو محتوى ومو تريد، لازم يكون ماخذ احتياطك. قال ولدي هنا مو جاي طالوقه، مو داخل تسوي. قال عسى كاتش يا ابو يجي العزاء في العصا. ايش حجاك معروفات من جد بعد سالف هذا عرفناه. سؤال نفاذ الحلقة عن وادي القحفي وين موجود؟ تعالوا نشوف إجاباتهم. من يعرف هذا الوادي؟ وادي القحفي ما سمعت عنه. هو أسمع عنه بس ما أعرف. والله ما أعرف. هذا وادي الطاين. وادي القحفي والله ما تحضرني جد. والله ما أعرفه فين. عدلب الشرقية. هذا القحفي ما أذكره في مكان. بلغنا عن تعديره هذا وادي القحفي لكن ما أذكره. في الباطنة ولا في الداخلية؟
وادي القحفي ولايه البريم ولايه محضه بين البريم ومحضه. واحسنت ونتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله لخدمه هذا الوطن بقياده مولانا صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. مثل ما سمعنا الاجابه وادي القحفي يوجد في ولايه محضه. شفنا كيف الإنسان العماني مهتم بتراثه وزيه الأصيل، وكيف كل جيل يعلم الجيل الآخر بأهمية الهوية العمانية والحفاظ عليها. الحمد لله نشوف الزي العماني في كل مكان نمشي، وتحصل الصغير في الكبير محافظ عليه، وبإذن الله هذا الاهتمام مستمر على ملتزمين بهويتنا العمانية الأصيلة. نشوفكم بكرة في موضوع جديد وحلقة جديدة. مع السلامة.